خصص مسرح المجاز التابع للمكتب العالمي لحكومة الشارقة منصة في مقره، وذلك لعرض مباريات كأس العالم 2018 التي يتم نقلها على الهواء مباشرة من خلال قنوات البث الفضائية المخصصة لنقل الحدث. لعشاق ومحبي كرة القدم من كافة الفئات والأعمار، ها هي الشارقة توفر فرصة لمشاهدة مباريات كأس العالم 2018 بأجواء حماسية وتنافسية من خلال شاشات لعرض المباريات برسوم رمزية، وذلك في مسرح المجاز. الأجواء بتاخذ السكرين كتير كبيرة، حتى إذا فيك أنت قاعدة كتير بمسافة بعيدة فيك تشوفي كتير منيح. الحقيقة يعني مسرح المجاز شارجة ميديا مأمن كتير كل الإمكانيات لحتى يكون أي حدا يجي يحضر يكون عنده كل شيء. تأتي إقامة هذه المنصة انطلاقاً من حرص إمارة الشارقة على مواكبة الأحداث العالمية المهمة وتوفير أجواء عائلية تستهدف مختلف فئات المجتمع من محبي الكرة لمشاهدة المونديال الذي يستقطب اهتمام وشغف الكثيرين من سكان الإمارة وزوارها. ما فيش أحسن من كده الصراحة، يعني هم الناس هنا مهتمة دايما بالفعاليات، سواء قبل كده كان في رمضان أو سواء دلوقتي كأس العالم، ناس مهتمة جدا، أنظف شاشات، أحسن صوت. بجانب الشاشات الموجودة العملاقة فيه كمان ألعاب اللي هو البي بي فوت أو البلاي ستيشن، يعني إذا معك صغار يعني فيهم يستانسون بالبلاي ستيشن لغاية ما تخلص مباراة. كمان في أكل، في مشروبات، يعني الواحد هو قاعد فيه يطلب أكل، فيه يطلب مشروبات. تتيح شاشات العرض وتجهيزات النظام الصوتي المتطور والمتميز بالجودة العالية والدقة والأول من نوعه في المنطقة متابعة مباريات كأس العالم بأجواء فريدة من الحماس والتفاعل الودي، هذا بجانب المسابقات والبرامج الترفيهية المصاحبة. فالشارقة تمضي قدماً في تجهيز كل ما يفيد المتلقين ويسعدهم. مواكبة لكافة الأحداث الرياضية والثقافية، ها هي إمارة الشارقة توفر منصة لمتابعة مباريات كأس العالم 2018 وسط أجواء تفاعلية وحماسية. لأخبار الدار هويدا الشرقي، الشارقة.